الجمال والحب مختزلة مختزلة فيك وفينا لهيب الشوق مهتملة مهتملة كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ليبيا يا ألما يا ليبيا يا ألما أهدي إليك حنايا الروح والقبلة مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج موطني. نبدوها ديما وزي العاده بابرز واهم العناوين. خطه ثلاثيه يتفق عليها بلدي غدامس مع تنميه وتطوير المدينه. وبلدية الجفرة تطلب إعانتها على تدبير شؤونها. بعد تأخر دام لأكثر من شهر، المدارس تبدأ في استقبال التلاميذ. وفي قضية اليوم نناقش ماذا عن ملف إعادة إعمار درنا. عقد في اليومين الماضيين اجتماع تقابلي بين أعضاء المجلس البلدي غدامس وإدارة جهاز تنمية وتطوير المدينة، وذلك للتشاور والاتفاق على خطة تنموية موحدة لثلاثة سنوات القادمة، سواء في المدينة القديمة أو المدينة الحديثة. وتم كذلك التفاهم على التنسيق المستمر بينهما في أي إجراء من شأنه الدفع ببلدية غدامس لتكون في مصاف المدن المتقدمة. جميل أن نرى مشاهدينا الكرام البلديات تضع خطط مستقبلية لأكثر من سنتين وثلاثة وخمسة، وفي حتى لدير ما بعد العشر سنوات. يعني دائما ما نلاحظ البلديات في ليبيا تتحدث فقط عن نقل الاختصاص، الميزانيات، تتحدث عن رفع القمامة من الشوارع، تتحدث عن رصف بعض الطرق، ولكن دائما ما نفتقد في بعض البلديات، لن أجمع في البلديات، ولكن دائما ما نفتقد لملف الحديث عن مستقبل البلدية. المقصد هنا من ثلاثة سنوات والخطة الثلاثية اللي عرضتها بلدية غدامس، خلينا نفهم المقصود منها وشن هو اللي تم أصلا التفكير فيه لما بعد الثلاثة سنوات أو خلال ثلاثة سنوات مع السيد قاسم المانع عميد بلدية غدامس. سيد قاسم، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا بك. سيادة العميد، اجتماع تشاوري وهذا الاجتماع التقابلي ايضا بين الاعضاء المجلس البلدي غدامس وإدارة جهاز وتنمية وتطوير المدينة. التشاور هنا والاتفاق على خطة تنموية موحدة لثلاثة سنوات يعني القادمة. المقصد هنا وما هي اهم النقاط التي تم تناولها في هذا الاجتماع؟ اولا شكرا على الاتصال وعلى الاهتمام بهذا الموضوع الهام جدا. نحن في البلديه في تشاور مستمر مع جهاز تنميه وتطوير مدينه غدامس، هذا الجهاز الذي يتمتع باستقلاليه اداريه وانيطت به مهمه المحافظه على المدينه القديمه. نعم. والمحافظه على الطابع المعماري للمدينة الحديثة. في الواقع عقدنا هذا الاجتماع لكي يتم التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالمهام المناطق بها كل جهة لتنفيذ بعض المشروعات التي لها علاقة بالتنمية والتطوير، التنمية المحلية وتطوير المدينة والمحافظة على الإرث التاريخي للمدينة القديمة باعتبارها مدينة من مدن التراث العالمي.
والسير قدما حول بمسيرة التنمية والتطوير واستحداث ما يمكن من برامج للمحافظة على التعاون مع منظمة اليونسكو. نعم سيادة العميد، يعني هنا الحديث عن مستقبل البلدية من عدة جوانب. تحدثت حضرتك عن المدينة الحديثة أو المدينة القديمة اللي تقع طبعا من المدن الأثرية طبعا العالمية والتابعة أيضا بإشراف من اليونسكو. ماذا عن الميزانية العامة؟ هل وضعتم تصوركم للميزانية العامة في الأعوام القادمة أم لا؟ نعم، في الواقع أعددنا ميزانية عامة ل 2020-2030 وتم تقديمها إلى وزارة الحكم المحلي. نعم. بالتنسيق إحدى المنظمات الاستشارية الدولية التي تعتمدها الدولة الليبية ووزارة الحكم المحلي بالتحديد، وبالتنسيق مع الوزارة تم تقديم ميزانيتنا لتطوير وتنمية المدينة خلال 2020-2030، ووضعنا في ميزانيتنا هذه تصورنا للتوجه نحو استثمار المدينة ونحو الاستغناء عن النفط وإيجاد مصادر بديلة للدخل المحلي والوطني من خلال اقتراح تنفيذ العديد من المشروعات التي تم اعتماد البعض منها والبعض الآخر تحت الدراسة. نعم سيادة، نعم تفضل. نعم تفضل. أردت ماذا؟ أستطيع أن أذكر بعض المقترحات. يا ريت. يعني مثلا نحن الآن في طور الخطوات النهائية لاعتماد مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. نعم. مع إحدى الشركات الأجنبية. وأيضا اقترحنا استثمار مطار مدينة ردانس وإنشاء منطقة حرة في القرب من المثلث الحدودي للمدينة. نعم. أيضا إنشاء الكثير من المشاريع التي من شأنها أن تعود بدخل جيد وإتاحة فرص العمل لمواطني المدينة والمناطق المجاورة لها. وفي الواقع نأخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة جدا حتى نكون دخل محلي للمدينة ونساهم في دخل في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لهذا الغرض. نعم سيادة العميد، بالحديث عن الحاضر، تحدثنا من بداية الحلقة عن المستقبل. الحاضر غدامس تعاني عدة إشكاليات. في حلقة سابقة كان الحديث عن انتشار آفة بين النخيل في غدامس وتهدد أيضا المحصول للمزارعين هذا العام. كيف تعاملتم كبلدية مع هذا الموضوع؟ الواقع صحيح كما ذكرت حضرتك، المدينة تعاني من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية للمدينة، وتعاني الكثير من المشاكل من جراء توقف تنفيذ بعض المشروعات بعد 17 فبراير 2011. نحن الآن في الواقع يعني لا ندخر جهدا ونتصل بكافة الجهات المعنية لاستكمال المشروعات المتوقفة. فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته حضرتك، طبعا تم إيفاد من خبراء المدينة لحضور دورات للاطلاع على أحدث النظم المعمول بها دوليا لمكافحة حشرات الحشرة التي ذكرتها حضرتك التي تصيب النخيل، وكذلك بعض الحشرات ذات العلاقة بالأشجار والمنتجات الأخرى. في الواقع من حوالي أسبوعين عادت هذه المجموعات من دورتها التدريبية، ونحن على اتصال دائم بوزارة الزراعة لتوفير بعض الأدوية وبعض التجهيزات التي ربما تساعدنا في القضاء على هذه الآفة، رغم ان هذه الآفة لم تصب جزء كبير، يعني بدأت فقط ظواهرها تظهر. نعم. على السطح ومستوى انتشارها ليس كبير.
نعم. قاسم المانع عميد بلدية إغدامس، شكرا جزيلا لهذه التوضيحات، ونتمنى لكم التوفيق في اجتماعاتكم والأيام القادمة بداخل أروقة بلدية إغدامس، وبأن تكون هذه الخطة الثلاثية التي وضعت لها فائدة على المدينة وأهل المدينة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر، حيث ذكر رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالجفرة لبرنامج موطني إن البلدية تواجه مشكلة الإمكانيات وعدم تمكنها من توفير أماكن للإقامة والمساعدة الطبية للنازحين من بلديات مرزق، كما نبه إلى بداية العام الدراسي وحاجة أبناء الأسر النازحة للأدوات الدراسية والتسجيل في الجامعات لمن أنهى التعليم الثانوي، وأضاف أن النازحين يواجهون أيضا مشكلة نقل مرتباتهم من مصرف إلى آخر. نتيجة الأحداث التي حصلت لمدينة مرزق في الأيام الأخيرة في الآونة الأخيرة، حدث عنها نزوح الكثير من العائلات إلى بلدية الجفرة، وهذه العائلات محتاجة إلى جوانب عديدة لإقامتها داخل الجفرة، ومن بين هذه الأشياء التي تحتاجها هذه العائلات السكن أولا، والسكن طبعا إيجاراته مرتفعة بالنسبة لبلدية الجفرة، وترتفع يعني تتفاوت الإيجارات، ونحن في بلدية الجفرة نفتقر العديد أو نفتقر إلى السكن اللائق لهذه العائلة. ننتقل إلى الجانب الصحي بالنسبة لهذه العائلات، وتحتاج إلى تطعيمات الأطفال وأمراض السكري وأمراض الضغط التي تصاحب طبعا النازحين، وهذه نفتقر إليها كذلك، وتحتاج إلى صعوبة في مستشفياتنا وفي مجمعاتنا الطبية. كذلك التعليم، ونحن مقبلين على موسم بداية العام الدراسي وقبول وفصل ونترقب فصل الشتاء، فتحتاج هذه العائلات إلى العديد من المساعدات في هذا الجانب، من بينها الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، وكذلك هنا الفصول الدراسية الموجودة الآن في داخل بلدية الجفرة تحتاج إلى فصول دراسية وزيادة فصول دراسية لطلبتنا، سواء كان في الشق الأول أو في الشق الثاني من التعليم الأساسي. أبناؤنا الذين الآن تقدموا في الدراسة ووصلوا إلى المرحلة الجامعية محتاجين إلى التسجيل داخل الجامعات وقبولهم في جامعاتنا داخل البلدية. كذلك لو يعني بالنسبة للناس اللي موجودة عندنا الآن تحتاج إلى سيولة وتحتاج إلى أموال في هذه المنطقة، وهي محتاجة إلى على الأقل تحويل مرتباتهم وتحويل حساباتهم من منطقة مرزق إلى بلديتنا احنا بلدية الجفرة. صرح إبراهيم يخلف مدير لجنة مكافحة اللاشمانيا بيترهون لبرنامج موطني بأن اللجنة التي شكلها مركز مكافحة الأمراض السارية والمتوطنة تعاني نقص الإمكانيات وضعا في الأدوات التي من شأنها الحد والتقليل من الإصابة بمرض اللاشمانيا، وأضاف أن اللجنة بدأت بالتوعية والتثقيف ونجحت في بعض الأماكن من التقليل من الحالات، وأنهم على تواصل مع الجميع وأصحاب العلاقة والمسؤولية بذلك، مطالبين بتكثيف الجهود وأخذ الأمر على محمل الجدية. بناء على تعميم وزارة الحكم المحلي بأن المنطقة والمركز الوطني أن المنطقة موجود فيها الأمراض، أصدرت المجلس البلدي ترهونة عدة قرارات بتكليف لجنة مكافحة مرض اللاشمانيا لبلدية ترهونة، وكان عدد القرارات عدة قرارات، وكان أول قرار 17 لسنة 2017، والقرار رقم 3 لسنة 2018، وقرار رقم 11 لسنة 2018، وبدأت اللجنة في عملها وتشكيلها من مختلف القطاعات. بدأت اللجنة في عملها في بداية بعملية التثقيف التوعية والتثقيف، وبدأت اللجنة في عملها في بداية بعملية التثقيف. اشتغلت اللجنة فترة طويلة، وكان في عيادة مكافحة مرض اللاشمانيا ببلدية ترهونة موجودة، وكان عدد الحالات الموجودة 2016 2017 2018 حوالي 650 حالة في بلدية ترهونة سجلت في عيادة اللاشمانيا لبلدية ترهونة. أما في سنة
2009 سجلت حتى الآن 19 حالة. تواصلت اللجنة مع عدة جهات ذات الاختصاص من بينها المركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة والحمص وزليطان وبن وليد، وكانت الحد من انتشار المرض في المناطق. اللجنة بدأت بعملية إمكانيات محدودة جدا ما نظر للظروف اللي تمر بها بلادنا في الوقت الحالي وفي السنوات هذينا. اتصلنا بالمركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة فأخبرونا أن ما فيش إمكانيات أن تعاونوا في عملية الحد من انتشار المرض. انتقلنا إلى المركز الوطني، قعدنا ناخذ في عملية الأدوية من المركز الوطني، ولكن الأدوية بنسبة ضعيفة جدا لعدم وجود الأدوية في المركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة. والآن نحن متواصلين مع المركز الوطني، مع جهات ذات العلاقة، مع المجلس البلدي ترهونة، مع الأعيال، مع المواطنين في عملية الحد من انتشار المرض الليشماني بلدية ترهونة. وتعتبر بلدية ترهونة من البلديات المستوطن بها المرض. العلاج للمرضى الموجودين هذا ما يتم في عملية عيادة مكافحة مرضى الليشمانيا في البلدية، والعلاج تولي مدام على حسب الإمكانيات الموجودة هو قليل جدا، ولكن نشتغل بحسب الموجود. قررت بعض المدارس فتح أبوابها لاستقبال الطلبة وأعطاء الإذن لبدء العام الدراسي الجديد الذي تأخر أكثر من شهر بسبب اعتصام المعلمين الذي شهدته البلاد. وعلى الرغم من استمرار المناشدات من قبل النقابة العامة للمعلمين بعدم التوقف عن المطالبة بحقوقهم المتمثلة في زيادة الرواتب والحصول على التأمين الطبي وتحقيق عدالة اجتماعية، وعبر عدد من المعلمين عن التمسك بالمطالب وتطبيق حل آخر غير إقفال المدارس للوصول إلى الهدف المنشود. لأكثر من شهر تعطل العام الدراسي الجديد وأغلقت المدارس أبوابها واعتصمت إدارتها ومعلموها معلنة إضرابها عن العمل حتى تتحقق المطالب. عدالة اجتماعية وزيادة في المرتبات تليق بحياة كريمة للمعلم، وتأمين طبي يساعده على مواجهة أمراض التقدم في العمر. تلك كانت مطالب المعتصمين، خاصة وأن مجلس النواب قد أصدر تشريعا رقمه 4 يقضي بزيادة رواتب المعلمين والعاملين في القطاع. ورغم إحالة قرار آخر صادر بموجب القانون إلى مصرف ليبيا المركزي بحجز القيمة المالية المرصودة لتنفيذ الزيادة، إلا أن التنفيذ واجه عجز الخزانة العامة وعدم قدرتها على تحمل المبلغ المطلوب. إيقاف الدراسة واستمرار الاعتصام جاء على إثره قرار وزارة التعليم بإيقاف 805 بين مراقب تعليم ومدير مدرسة عن العمل وإحالتهم على التحقيق الإداري على خلفية إغلاقهم المدارس أمام التلاميذ والطلبة وفقا لقانون العقوبات وقانون علاقات العمل ولائحة تنظيم شؤون التعليم. كما أوقفت مرتبات ما يزيد عن 100,000 عام في مجال التعليم سعيا منها لتقويض الاعتصام وفضه. عادت جل المدارس إلى العمل بعد تطمينات من الحكومة واتفاق مع نقابة المعلمين قائدة الحراك على إعادة النظر في جدول مرتبات العاملين بقطاع التعليم، وبذلك يبدأ العام الدراسي الجديد متأخرا شهرين عن المعتاد. احنا اجتمع بنا مراقب التعليم الأستاذ فتحي قليوان يوم 12/10 وعطانا الإذن بالبدء بالدراسة، فنحن وعطانا توزيع المنهج في ديسكات. طبعا بدينا المدرسة يوم 13/10 كامل الطاقم الإداري، رقم التدريس، كامل الطلبة. الحمد لله يعني ما فيش غياب لا من مدرسين ولا من طلبة. وبالنسبة لمشكلة الكتب، وزعنا الكتب العام الماضي، وتوزيع المنهج سحبنا توزيع المنهج من بي دي اف عليه، كل مدرس عطيناه توزيع المنهج، وكل مدرس الان ماشي على الخطه الدراسيه المتبعه. بدايه العام الدراسي بدا اليوم بتاريخ اللي هو 17/11/2019 بعد
تكليف طبعا وزير التعليم المكلف من قبل المجلس الرئاسي، وباجتماع طبعا وزير التعليم بمراقبي التعليم ومنسقي نقابات المعلمين توصلوا الى عده حلول، من ضمن هذه الحلول هو فصل التعليم العام عن التعليم العالي، وكذلك تحقيق العداله الاجتماعيه بخصوص الرواتب وتوفير التامين الصحي للمعلمين، وبذلك تم فك الاعتصام وبدايه العام الدراسي اللي هو اليوم. باش نفهموا اكثر قصه الاعتصام، وهل انتهى الاعتصام بشكل تام ام مدرسه عبيده بن الجراح فقط من بدات في الدراسه، نستقبل السيده سالمين بو ميار مديره مدرسه عبيده بن الجراح. استاذه سالمين كيف حالك؟ استاذه سالمين مرحبا. اهلا وسهلا. استاذة سالمين، نقدر نقول ان الاعتصام متوقف ولا مدرسة عبيدة بن الجراح فقط من بدأت في الدراسة؟ بالنسبة نحن مدينة الأبيار، نعم، مراقب التعليم من أبيار الأستاذ الفاضل فتحي قليوان لم يكن مع الاعتصام، فاجتمع بينا يوم 12/10 وأعطانا الإذن بالبدء في الدراسة، والآن الحمد لله يعني جميع مدارس، نعم، يوم 13/10 بدينا بالكادر الوظيفي. نشكر جميع المدرسين، يعني مدرسة لو كان مش بمدرسينها ما كانت قامت، لكن الكادر التدريسي والكادر الإداري صراحة كلهم كانوا ضد فكرة الاعتصام، ولكن مع المطالبة بحقوق المعلم، لكن مش بالطريقة هذه، بحقوق المعلم، ولكن قفل المدارس يعتبر تسجيل إجباري. نعم، يعني أنتم أستاذ سالمين مع كل المطالب لطالبين المعلمين، ولكن ليس بإغلاق المدارس وحرمان الطلبة من العودة إلى المدارس. نعم، نحن مع جميع مطالب المدرسين. نعم، معنا مدرسين بلغوا من التدريس 36 و30 عام، وبالإضافة إلى الشباب المتقدمين. المجموعة هذه كلها لها حقوق، ولكن حقوقهم لما رأوا أن الاحتصام شرعا محرم، ولكن نحن لدينا حقوق ولكن ليس بهذه الطريقة، ففتحنا أبواب المدرسة بكافة الكادر الإداري وكافة الكادر التدريسي من جميع المدرسات، فلهم كل التقدير والاحترام على هذه الوقفة بجانب الطالب، يعني حطوا مصلحة الطالب أمام مصلحتهم، وبدأوا التدريس جميع المدرسة بجميع المدرسين تشتغل ودوام رسمي من يوم 13/10. الآن تقريبا لنا شهر ونص يعني نحن ندرو. والزملاء يعني زملائك في التعليميات الأخرى سواء البلديات المجاورة أو المدارس الأخرى، هل في من كان معترض عليكم وانكم انتم رجعتوا المدارس وحاططوهم في موقف، ولا الكل اخذ الموضوع بشكل ودي وخلاص يعني؟ لا، الجميع اخذ الموضوع بشكل ودي. بالنسبه لنا مدرسه ابو عبيده بن الجراح بدات يوم 13، الاسبوع الثاني بدات مدرسه الكرامه، ومن ثم حد بدأ جميع المدارس ما عدا الذي فيها صيانه، يعني جميع المدارس تقريبا تو بدات تشتغل، واسبوع هذه هي جانا استاذ فتحي وسحل لنا الكتاب المدرسي من مخازن المرج، ووزعنا الكتاب المدرسي طبعة 2019-2020، والحمد لله لم يكن في تغيير في المنهج، يعني كان المنهج كما هو باستثناء ممكن الانجليزي الطبعة الجديدة الصف الخامس، ولكن المنهج نفس المنهج. فمشينا يعني الحمد لله، نحن نقولوا اليوم 13/12 نحن نمشي على الخطه الدراسيه المتبعه. نعم، اول يوم في الدراسه ونحن بادئين. ربي يعينكم استاذه سالمين بو ميار، وبارك الله فيك على هذه الخطوه وهذه الرساله اللي حضرتك وصلتيها لكل المعلمين وكل زملائك في قطاع التعليم. سالمين بو منيار مديره مدرسه عبيده بن الجراح، شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه المداخله. مشاهدينا الكرام، يعني رساله واضحه من عضو هيئه التدريس تعمل من سنوات طويله في هذا المجال، وتحدثنا عن مطالب المعلمين في كذا مره، تحدثنا بان هذه المطالب يعني
قد لا نتفق في آلية تنفيذها وطريقة تنفيذها وطريقة المطالبة بها، وهي هنا الحديث عن إغلاق المدارس. يعني إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من الدراسة يعني أخطاء الحكومة يدفعها الطالب، يدفعها الطالب. هنا السؤال يطرح نفسه، وحتى في اعتصام السنة اللي فاتت شهر المعلم ما يمشيش للمدرسة، شهر معتصم، الشهر هذا حيقبل المعلم؟ هل حينزل مرتب المعلم على الشهر هذا اللي ما فيش دراسة وما فيش دوام؟ يعني أنت حتفرض علي مطالبك، غدوة لو تحققت هذه المطالب هل أنت موافق على خصم هذا الشهر من رصيد إجازاتك أو حتى من كقيمة مالية؟ الشهر هذا أنت ما ضيعتش علي يا معلم، مش موضوع فلوس فقط، أنت ضيعت شهر من إحياء الطالب، من مدة زمنية يستفيد بها الطالب. باي هل حتعوض لي الشهر هذا بدل ما الدراسة تنتهي في شهر 5 حتقبل أن هي تنتهي في نهاية 6؟ ما هو احنا كنا مع المعلمين، احنا لولا المعلمين ما فيش واحد فينا لا يخدم ولا يدير في حاجة اليوم. أنتم تاج فوق روسنا ومطالبكم هذه مطالبنا، وكل ما تساوى وضع المعلم تساوى التعليم في ليبيا بصفة عامة. لكن برضو نشوفوا اللي علينا حتى هو معلمين الفاضلين، يعني في نقطة مهمة حتى هي اليوم لو تحققت هذه المطالب ولو طالت هذه المطالب ولم تنفذ، ما فيش صغار حيقروا السنة هذه، ضاع عام من عمرهم غير الشهر هذا. وتاني شيء لو تحققت هذه المطالب، الشهر هذا اللي غبته أنت بتخلصني فيه؟ أنت بتاخذ المرتب، يعني بتخش اليوم بفلوس المرتب الشهر هو على حوشك وبتاخذ بيه حاجات لصغارك، ما يعتبرش من بند الأحرام ان انا شهر ما خدمتاش ما درتش فيه اي شيء، مجرد اعتصام فقط وناخذ عليه مرتب كامل. عدة نقاط والله مهمة في موضوع المعلمين، بس ما نبيش المعلمين ياخذوا منا بحساس، والله العظيم كل معلمين ليبيا فوق روسنا من فوق، وانتم اساسنا، ولولاكم زي ما قلنا لكم رانا الواحد له يخدم هنايا ولا غير يخدم في اي مكان، انتم اساس تكوين هذا الجيل والجيل اللي فات واللي قبله والاجيال الجاية. فدائما لما الخطا يجي من الاساس ومن المعلم يكون بالزايد، يعني التركيز عليه، يعني الخطا يجي من شخص عادي من موظف في جهه ثانيه ممكن نتقبلها، لكن المعلم اللي بيعلم اجيال الخطا بتاعه اضعاف الاضعاف. يعني نمشي لخبر ثاني مشاهدينا الكرام، وبمجهودات ذاتيه اصلح شباب منطقه عقبه بالنافع في ترهونه الطريق الرابط بين سيدي الصيد والعربان اللي تعاني من تشققات وحفر تسببت في حوادث سيرية مسؤولة بشأن الطريق، لا أحد استجاب لهم. نشكر شباب هذه المنطقة على ما يقومون به من هذه المجهودات، والشباب عندما تنادوا وتحمسوا من أجل صيانة طريقهم التي بها هذه الحفر وهذه التكسيرات، ولأكثر من مرة نصينا فيها الطريق، صينا بمادة القطران، صينا بالإسمنت، صينا بما يسمى بالكولين والزيت، وما فيش فائدة، قاعداتهم هم الحفر وقاعدات نفس التشققات، والطريق هذه يعانوا لأكثر من مواطن فيها بحركة السيارات، قصدي صار فيها حتى العديد من الحوادث وشيء، ولأكثر مرة رسلنا الجهات المسؤولة وما فيش قاعد أذان صاغي، ونتمنى من الحكومة المقت وهيئة المواصلات إن شاء الله بالإسراع في صيانة هذه الطريق، ونشكر كل المجهودات اللي تقوم بها الشباب. نبقى في ترهونة، حيث وضع مكتب الاقتصاد بترهونة مؤخرا وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي آلية لتوزيع السلع التموينية والدقيق على المخابز المسجلة بمكتب الاقتصاد بالبلدية، بعد أن وصلت كميات كبيرة من الدقيق من هيئة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة تقدر بحوالي 14 ألف كيس دقيق، بالإضافة إلى السلع التموينية الأخرى. تم طبعا الاتصال بوزارة الاقتصاد وتم تخصيص عدد تقريبا 21873 من الأرز و 10937 سكر وزيت حوالي 15190 الطماطم حوالي 30378 الدقيق طبعا مخصص في المرة هذه للمخابز اللي بقيمة حوالي 14590 كيس، هذا تم توزيعه للمخابز. طبعا اشترطنا على جميع المخابز العامله داخل منطقه ترهونه ان تبيع للمواطن ست قطع بدينار، وهذه العمليه ستقوم بدايه باذن الله من يوم السبت، من يوم الاحد، يوم السبت حيتم توزيع الدقيق على المخابز، يوم الاحد كل المخابز تفتح ابوابها لبيع ست قطع من الخبز بدينار واحد.
عملا بمبدا حسن الجوار استلم مكتب الدفاع المدني ببلديه اوجله معدات اطفاء وتجهيزات السلامه من اداره السلامه وحمايه البيئه بحقل ابو الطفل النفطي والتابع لشركه مليتا للنفط والغاز. المكتب استلم معدات تتمثل في خراطيم المياه وقوادف الاطفاء والقفازات وقبعات الحمايه وغيرها. واتفق مديره محمد عنودة على تدريب بعض منتسبي الدفاع المدني بحقل الطفل لتطوير أدائهم حتى يتسنى لهم أداء واجباتهم المنوطة بهم على أكمل وجه. في إطار التعاون بين حقل أبو الطفل والبلديات المجاورة وانطلاقا من مبدأ حسن الجوار وبناء على الرسالة الواردة من هيئة السلامة الوطنية فرع بلدية أوجلة بشأن توفير بعض الاحتياجات المتعلقة بمقر هيئة السلامة الوطنية ومعدات الإطفاء التابعة لهذه البلدية، وبناء على تعليمات السيد مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مليتا النفط والغاز، تم توفير بعض هذه الاحتياجات. حتى وإن كانت احتياجات مقارنة بإمكانيات الحقول النفطية لا تعتبر احتياجات، فهذه هي مطالب مشروعة. الحمد لله قدرنا نوفر بعض الاحتياجات اللي حسب الإمكانيات المتوفرة لدينا في قسم السلامة بحقل أبو الطفل. وفرنا لهم بعض خراطيم المياه وقواذف الإطفاء، وحاولنا نوفر لهم الاحتياجات اللي التمسناها بأنهم في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت. والحمد لله بإذن الله في الطلبيات المقبلة لعام 2020 بإذن الله حنوفر لهم الطلبيات الأخرى، ونحاول بإذن الله حنكون على مسافة قريبة من هيئة السلامة فرع بلدية أوجلة. وطلعنا على هذا المقر وطلعنا على إمكانيات المقر. الحقيقة المقر يحتاج إلى صيانة فورية ومستعجلة. نتمنى من جهات الاختصاص والحقول النفطية المجاورة لهذه البلدية مد يد العون والمساعدة، فهذا أمر يعتبر أمر إنساني. والله التجهيزات ما شاء الله يعني بارك الله فيهم، يعني جابة التيبو 3/4 2.5، جابة الخرطوم، جابة الأوقعة بتاعت الحريق، يعني جابة كواشف، يعني ما شاء الله يعني الأمور تمام يعني بصراحة. والله الإمكانيات ضعيفة بكل، نحن بصراحة عندنا ما فيش جهة دعمتنا بكل. خاطبنا جهات، خاطبنا البلدية، خاطبنا، ما فيش واحد مخطبناه، ما فيش يعني. عندنا سيارة تو حاليا دوبهم شالوها البنغازي على أساس إنهم بيصينوها حقيقة بعد موافقة رئيس القسم، موافقة رئيس الفرع غادي شالوها أو لمسوا مشوا يصينوا فيها الحقيقة. وبصراحة نحن نبغى أي شركة تجي تدعمنا إن شاء الله، حتى بأي حاجة تدعمنا نحن مشكورين لها، لو نبغى حتى ظلاليات أقل حاجة للقسم. تستعد بلدية تزربو لافتتاح مركز طبي خاص بالنساء والولادة في مدة أقصاها 3 أشهر بعد معاناة طويلة من انعدام وجود مرفق صحي متخصص داخل البلدية. المركز الطبي خصصت له الحكومة المؤقتة ميزانية وباشرت بتنفيذه الشركة الليبية الملكية وتشرف عليه إدارة المشروعات بالبلدية. أنا لا في أحد الأبنية أو أحد الصالح اللي تم إنجازها في خلال بلدية زفرة هذه نشر اللي هو النساء والولادة، مركز النساء والولادة. هذا تزربو طبعا تتقل عندنا مستشفى قروي فيه حجرة واحدة للأسف للولادة. تزربو تعاني من هذه المشكلة. الآن الحمد لله بفضل صواعد شبابها أنجزت هذا المبنى، نسبة إنجاز حاليا تقريبا 90%. مركز نساء ولادة متكامل، في حضانات الأطفال، في حجرة التعقيم، في حجرة نساء الولادة، في حجرة العمليات، في التخدير، إن مبنى متكامل لما تعني الكلمة من معنى. وإن شاء الله نكون في مستوى، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء لنسائنا ولشبابنا لسبيل هذا المركز اللي متطور إن شاء الله يفتتح قريبا. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى القضية. إعادة الإعمار وعودة الاستقرار شعار المرحلة في درنا الزاهرة التي عانت لأعوام من سيطرة الجماعات المتطرفة على الحياة فيها. توقف الزمن عندها وأمست درنا خارجها، فكان الشغل الشاغل أن تعود درنا إلى حضن الوطن، وتحقق ذلك في يونيو العام الماضي. وكأي مكان لابد للمعركة من خسائر، لكن التحدي الأكبر هو العودة إلى الحياة بشكل طبيعي وتدريجي. درنا اليوم تعاود بناء نفسها، عازمة على إصلاح ما أفسده الجهل والتطرف بعد أن قرر مجلس النواب إنشاء لجنة تختص بإعادة الإعمار فيها. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام في سياق التقرير التالي.
أطلقت الحكومة الليبية المؤقتة عملية لإعادة إعمار مدينة درنا بعد نحو عام من إعلان الجيش الوطني الليبي في 28 من يونيو من عام 2018 تطهير كامل المدينة من الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر عليها. في جولة تفقدية في يوليو الماضي أعلن عبد الله الثني رئيس وزراء الحكومة المؤقتة من مدينة درنا الانتهاء من الاستعدادات النهائية لإطلاق خطة لإعادة استقرار المدينة على غرار ما حدث في مدينة بنغازي. وقال الثني خلال جولة في درنا أجرها رفقة علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من مسؤولي الحكومة إن التنسيق جار لتشكيل لجنة تشرف على إعادة إعمار المدينة وصيانة مقارها الحكومية وشوارعها الحيوية ومرافقها المهمة. وتفقد الثني شوارع وميادين درنا التي تم تدمير أجزاء كبيرة منها على أيدي الجماعات الإرهابية خلال فترة سيطرتهم عليها قبل دحرهم من قبل القوات المسلحة الليبية. وفي أكتوبر الماضي أصدر رئيس مجلس النواب عقيل صالح قراراً بتشكيل لجنة تسمى لجنة إعادة استقرار مدينة درنا، وحسب القرار رقم 68 لعام 2019 تشكلت لجنة من أجل إعادة إعمار مدينة درنا. نحن اليوم مجتمعين في مدينة درنا باللجنة الفنية لمتابعة وحصر مشاريع مدينة درنا واطلاع على المشاكل التي تواجه هذه اللجنة بحضور عدد من المهندسين والكفاءات من مدينة درنا. اطلعنا على عدد من المشاكل والمشاريع اللي تم فيها نسبة الإنجاز والمشاريع المتعثرة، أخذنا فكرة كاملة وتقرير كامل على هذه المشاريع بتواصلنا معهم ومع الحكومة المؤقتة. إن شاء الله حنذلل هذه الصعاب أمام مدينة درنا. نحن اليوم في مدينة درنا في مرحلة البناء بعد تحرير الجيش الليبي لهذه المدينة، ونأمل أن تكون هذه المدينة في صورة مشرفة وجيدة كما عادها جميع من يعرف مدينة درنا في العهد السابق. وتوجدنا شغل ولمسنا جدية وتعاون كبير من اللجنة الفنية للمهندسين وعميد بلدية درنا. اليوم كان الاجتماع الأول الخاص باللجنة الفنية ومكتب المشروعات بلدية درنا لوضع اللمسات أو اللبنات الأولى لتحقيق المشروعات التي ستنجز من خلال لجنة استقرار في الفترة القادمة إن شاء الله. هذا الاجتماع كان لوضع اللبنات الأساسية من خلال وضع لجنة اعتماد العينات ولجنة الحفريات واللجنة الفنية التي ستشرف إشرافا كاملا وتضع الخطة الأساسية التي وضعت من أجل إنجاز المشروعات المتعثرة والمشروعات التي في طور الإنشاء في مدينة درنا لنقلها إلى أفضل ما يكون إن شاء الله في الفترة القادمة القريبة جدا إن شاء الله. اللجنة وفقا للقرار يترأسها عبد الله الثني رئيس الحكومة وبعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضة علي الحبري وعميد بلدية درنا عبد المنعم الغيثي. ومن أهم مهامها إعادة الاستقرار للمدينة ومراجعة وتدقيق واعتماد احتياجات ومتطلبات القطاعات والمرافق الخدمية للمدينة المقدمة من الجهات من وزارات وهيئات ومصالح وغيرها. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول ملف إعادة إعمار درنا نستقبل عبد المنعم الغيثي عميد بلدية درنا. سيادة العميد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أستاذ ومرحبا بقناتكم الموقرة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد المنعم عميد بلدية درنا. سيادة العميد، عدة ملفات هنا بالحديث عن إعادة الإعمار، قطاع التعليم، الصحة، الطرق، العديد من الجهات الرئيسية داخل البلدية والجهات الخدمية والطرق دمرت خلال الحرب الماضية. اليوم تعود درنا للإعمار، هل نستطيع أن نقول بأن ملف إعادة الإعمار بدأ فعليا تنفيذه داخل البلدية أم لا يزال حبر على ورق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. قبل أن نبدأ في مرحلة الاستقرار لابد أن نعرض على ما قامت به بلدية درنا قبل مرحلة الاستقرار. نعم. في الحقيقة عند مباشرتنا لمهامنا وكنا بالخارج خارج المدينة نباشر في مهامنا خارج المدينة وعند دخول الجيش لغرض تحرير مدينة درنا من الجماعات الإرهابية كنا يدا بيد مع القوات المسلحه واستهدفنا
جملة من المشاريع التي تتصل بالطابع التجاري، وقدمنا مقترحات وتم إحالة هذه المقترحات إلى جهاز تنمية وتطوير المدن، والأخير بدوره أحالها للسيد رئيس مجلس الوزراء الموقر وتم دراستها وفحصها، ثم دولة الرئيس أصدر في شأنها أي هذه المقترحات جملة من القرارات تقضي بتخصيص مبالغ مالية تقدر بحوالي 107 مليون دينار. هذه المشاريع فيها ما يكون نسبة إنجازها 40% 60% 70%، وما هو منجز إنجاز تام. هناك مشاريع منها قد تعثر في أسباب خارجة عن الإرادة. ما هي هذه الأسباب سيد عبد المنعم؟ من ضمن هذه الأسباب قلة العمالة الوافدة في مدينة درنة، باعتبارها كانت هناك حرب كبير رحاها في وسط المدينة. هذا الأمر سبب في عدم توافد العمالة في مدينة درنة. سيد عبد المنعم، حضرتك قلت 107 مليون دينار، يعني 107 مليون دينار البعض قد يعتقد بأنها قيمة بسيطة لإعادة إعمار مدينة كبيرة كدرنة. أنا أقصد أعمال الجهاز المكلف من رئيس الحكومة الليبية المؤقت، يعني أعمال معينة، يعني ليس أنت لا تتحدث هنا عن الإعمار بالكامل، وإنما أقصد مقترحات صدرت عن بلدية درنة لتنفيذ بعض المشاريع التي تتصل بالطابع الاستعجالي، مثل صيانة بعض المدارس، مثل صيانة الطرق وترميم، صيانة الكورنيش، إنشاء بعض المباني الطبية، هكذا صيانة بعض العيادات، صيانة المراكز الشرطية، دعم المؤسسة العامية لإنشاء مديرية أمن خاصة بملحقاتها في مدينة درنة، صيانة مصلحة مقر الزمالك، صيانة مقر الشركة الليبية للمواني، صيانة مجمع المحاكم والنيابات، صيانة بعض المراكز الإدارية. درنا سيادة العميد، معلش بس باش نمشي خطوة خطوة. اليوم درنا تحتاج لالتفاف كل أبنائها من أجل أن تعود درنا التي نعرفها. ماذا عن أعضاء مجلس النواب المنتخبين عن بلدية درنا وآلية التواصل معهم؟ هل هناك تواصل معهم؟ هل يساهمون معكم في هذا الملف المهم وهو إعادة إعمار المدينة؟ نحن على تواصل مستمر مع السيد النائب حمد البلداد والسيد النائب فرج الصبطي، وبالأمس القريب عقدت اجتماعا وكان بحضور السيدين النائبين المذكورين. وهذا الاجتماع كان يتضمن عدة نقاط لعل أبرزها اعتماد لجنة العينات التي قد سبق وأنا صدرت في حقها قرارا، وكذلك اعتماد لجنة الحفريات. هذه اللجان لعلها تكون مساندة للجنة الفنية المختصة التي سبق وأنا صدرت قرارا بشأنها وحددت فيها مهامها واختصاصاتها على سبيل الحصر. كنا في جو يسوده روح الفريق، تناقشنا مع كافة المهندسين في مدينة درنة، ولكن ليس الفريق ينقص لاعب هنا، هناك عضو آخر الحديث عن الأستاذ انتصار شنيب، لماذا لم تكن معكم في هذه الاجتماعات؟ لا أعرف الأسباب، هذه الأسباب ترجع لها شخصيا. تمام، خلينا نسمع منها الأسباب. خليك معي أستاذ عبد المنعم. أستاذ انتصار شنيب عضو مجلس النواب. أستاذ انتصار السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ انتصار، ما هي الأسباب اللي منعت حضرتك كعضو مجلس نواب عن درنة من حضور هذه الاجتماعات والمتعلقة بإعادة إعمار المدينة؟ تحية طيبة لك سيدي الفاضل والسادة المشاهدين. طبعا درنة مدينة للأسف الشديد يعني زالت تعاني العديد من المشاكل والاضطرابات الاجتماعية. نعم. والمتمثلة خصوصا في مجلسها البلدي. المجلس البلدي درنا او ما يسمى باللجنه التسييريه لمدينه درنا، ولم يقرر بعد وجود مجلس تسيير لمدينه درنا، يوجد بهذا المجلس العديد من المشاكل التي تتعارض مع الوجود الفعلي له داخل مدينه درنا. نعم. حيث يمكن توارد حتى في وسائل الاعلام عن وجود مظاهرات وتكسير ورمي بالحجاره للسيد مجلس التسييريه لمدينه درنا سيد بن عبد الغيثي، وممانعه صريحه وواضحه من قبل الاهالي بوجوده وتمثيله مجلس التسييري في مدينه درنا.
للأسف الشديد الحكومة المؤقتة لم تنظر إلى مدينة درنة بعين الاتزان في تسهيل الأمور داخل المدينة. تحدثنا تكراراً ومراراً على أن هناك وجود اختلاف في الشخصية الممثلة للمجلس في مدينة درنة. هي ليست أمور شخصية بيني وبين سيد منعم، سيد منعم يعرف أنه كان زميل دراسة وصديق و العملية وقعت باعتبار أن مدينة درنة يعني مدينة خرجت من الحرب وتحتاج فعلا إلى وقفة جادة من أجل إخراجها من ما هي تعانيه وما عانته في السابق. لكن عدم التوافق على هذا الشخص سبب الكثير وأربك المشهد في مدينة درنة، وخاصة أتحدث كأنا عضو عن هذه المدينة. تعنت السيد عبد الله الثني في استمراره في تكليف هذا الشخص بهذه المهام أدى إلى انقطاع تام عن أي إجراء يقوم به السيد عبد الله الثني. نعم. كما تلاحظون أن السادة الأعضاء، أنا لا أطعم في زملائي، ولكن السادة الأعضاء السيد حمد البنزاق أو فرج الصفتي هم طبعاً أعضاء مجلس النواب عن ضواحي درنة، ولهم بلدية منفصلة عن مدينة درنة، ولهم اختصاصاتهم، ولهم يعني حدود إدارية منفصلة تماماً عن مدينة درنة. أي بلدية؟ في حين أن من يمثل ضواحي مدينة درنة يعني أم مرزم والتنين والمناطق المحاذية لمدينة درنة. تمام. درنة المركز، درنة المركز يمثلها السيد الدكتور خير الله التركاوي والسيد انتصار شنيد. يعني انا اكون كل الاحترام لهؤلاء الزملاء، ولكن عدم استدعاء الاقل يعني نواب مدينه درنه لتمثيل مدينه درنه، انا لا لا القي باللوم على السيد رئيس اللجنه التشريعيه، ولكن اللوم يقع على الحكومه المؤقته التي تجاهلت دور النواب في اعاده اعمار مدينتهم وقيامنا بالدور المناضلي وهو الدور الرقابي على الحكومه من اجل فهم ما تقوم به الحكومه داخل مدينه درنه والاموال التي تسير، اين تذهب هذه الاموال وما مصيرها وما يتم بالفعل اقامته على ارض الواقع داخل مدينه درنه. استاذ انتصار، اليس هناك لجنه مشكله من قبل البرلمان ومختصه في اعاده اعمار درنه؟ هل انت من ضمن هذه اللجنه ام لا؟ اللجنة هذه طبعا لجنة يعني يمكن تخذ فيها القرار بشكل يعني بعيد عن الواقعية في مدينة درنة. نحن تحدثنا للأسف الشديد الموضوع هذا يعني ما زال في إجراءات إن شاء الله حتكون في قريب العاجل حاسمة في هذا الموضوع، لأن موضوع إعمار مدينة درنة موضوع يجب أن يتصل بالجدية والواقعية في كثير من الأشياء. السيد عبد الله الثني عندما أصدر القرار أو ساهم في إصدار القرار من قبل سيادة رئيس مجلس النواب يعلم أن هناك مشكلة حقيقية داخل المجلس التسييري مدينة درنة، فكان الأجدر به أن يعدل هذا الجسم قبل أن يقوم بعملية الإعمار. فأنت كيف تقوم بالإعمار على أنقاض يعني وجود مشاكل داخل المدينة لهذا الجسم الغير منتخب أو غير مكلف حتى من قبل، يعني ما فيش رضا تام لا مني لا من السيدة خير الله التركاوي. نعم. على وجود السيد منعم، يعني السيد منعم يعني قام بكثير من التجاوزات، نحن ليس بصدد الحديث على هذا الموضوع، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية عندها أن الملفات ما تكفي يعني وتزيد. أنا لا أريد أن أدخل في مناوشات مع السيد منعم أو الحديث عن هذه الأمور، لكن مدينة درنة من حقها أن يكون لديها حالة من اثنين، إما أن تكون هناك شخصية مزكاة يتفق عليها التشكيلات الموجودة الثلاثة في مدينة درنة على الشخصية التي فعلا ستكلف بعملية تسيير المرحلة القادمة في مدينة درنة وتكون بموافقة نوابها، أو أن يسمح للمدينة بأن تقوم بعملية انتخابية عاجلة جدا بحيث يتم انهاء هذا الجدل وهذا الصراع الموجود داخل المدينه الذي امتد الى القضاء الموجوده داخل مدينه درنة، بحيث ان هناك يعني جدل حول ان لا يوجد من يمثلهم داخل هذا المجلس. فدرنة كبقيه المدن الاخرى من حقها بعد تحريرها ان يكون لها مجلس بلدي محتمد تراعى فيه الشروط يوافق عليه نواب المدينه، نواب المدينه وانا اقصد نواب المدينه بالعين اللي هم انتصار شنيب وخير الله التركاوي، وليس نواب من هنا. دعينا نتحدث عن نقطه اخرى استاذ انتصار، وبعيدا عن الحديث عن مستقبل درنة والانتخابات التي في طريقها ان شاء الله قريبا
للانتخاب سواء درنا وغيرها من البلديات في المنطقة الشرقية والتابعة للحكومة المؤقتة. دعيني أعود هنا للسيد عبد المنعم. سيد عبد المنعم، عدة نقاط مهمة تحدثت فيها الأستاذة انتصار. تحدثت عن اجتماع الذي ضمك بالسيد فرج والسيد حمد، هم أعضاء المجلس النواب، ولكن هم عن المناطق المحيطة بدرنا كأم رزم وغيرها من المناطق المجاورة لدرنا. وأيضا تحدثت عن عدم قبول الشارع لشخصك كرئيس للجنة التسييرية. تحدثت عن عدة نقاط وأيضا أوضحت بأن هذا الموضوع ليس بشخصي، وإنما هنا الحديث عن عمل عضو مجلس نواب ورئيس لجنة تسييرية. نعم، أولا في البداية السيد انتصار سمير من الأسباب الرئيسية في المشاكل في مدينة درنا، وهذا كلام أنا أقوله هو مسؤول عليه مسؤولية المنطقة. فيما يتعلق بالاعتراض أو ما يشاع من قول بأن هناك مجموعة من المحترضين دخلوا لبلدية درنا وقامت مشاجرات أحدث مظاهرات بغرض الإطاحة بعميد البلدية، هذا كلام عاري عن الصحة. شباب الذين أتوا للبلدية بكل احترام يطالبون بالتحقيقات الخدمية والتحقيقات السياسية ووظائف إدارية، منها القرار رقم 209. أنا لم أكن موجودا في مكتبي، ولكن التقيت فيهم واجتمعت فيهم. شباب لديهم مطالب سياسية واستحقاقات، فكانت مطالبهم شرعية، ولكن هذا لا يعني بأن احتراب المدينة بالكامل أو شرائح المدينة، هذا أمر عاري عن الصحة، وهذا الأمر يعلمه الجميع وأفراد مدينة درنا. أما فيما يتعلق بالسيدين النائبين، هذين السيدين النائبين يتميزون بسرعة الحركة والتنقل والوصول، ودائما متابعين لنا بالشأن الداخلي في درنا. السيد فرج الصفي من ضمن الدائرة الانتخابية درنا، والسيد حمد البنداز من ضمن الدائرة الانتخابية درنا. السيد فرج الصفي من منطقة باسل، ومنطقة باسل جزء من منظومة بلدية درنا، وهذا لا يختلف عليه الاثنان. السيدة انتصار شمير لو أن لديها ذرة من ذرات الوطنية لتواصلت معنا في سبيل تحقيق مصلحة مدينة درنا. أما ردا على قولها أن هناك لجنة تسييرية، أنا مكلف بمهام عميد بلدية بروح القانون وكذلك رئيس مجلس بلدي لبلدية درنا. هذا كلام نحن مسؤولين عليه المسؤولية المطلقة. كذلك فيما يتعلق بقرار لجنة الاستقرار رقم 68 لسنة 2019 الصادر عن فخامة المستشار عزيلة صالح بشأن تكليف لجنة وتحديد مهام لها، هذه اللجنة قامت على غرار لجنة الاستقرار مدينة بنغازي، وأوكلت إليها بعض المهام والاختصاصات محددة في القرار على سبيل الحصر، ونحن بدورنا كصفة وكمذكرين في القرار قمنا بعدة مهام وواجبات واختصاصات، وأصدرنا قرارات تقضي بتشكيل لجان فرعية ولجان متخصصة ولجان أصلية تخدم لجنة استقرار واستقرار مدينة درنا. ماذا عن أيضا الاتهام الآخر وجهات السيد انتصار شنيب وتلميحها لوجود شبهات فساد على اللجنة التسييرية؟ أنا أتحداها أمام الملأ وتحدى أي شخص في درنا يقول أن هناك في اختلاف أو في قصور في الأداء الإداري، أو أن هناك في تقاعد عن واجباتنا الوطنية. هناك هيئات رقابية توجد في مدينة درنا، هيئات رقابية نزيهة نعرف أعضائها، وهناك جهات ضبطية نزيهة نعرف أعضائها. أنا أتحداه بالكم البيان بأنها تثبت علينا مخالفة واحدة. ونحن نعلم جيدا مدى الإشاعات التي تسوق فيها السيدة النائبة لغرض الإطاحة بها، ولكن هيهات نحن ثابتون
وعلى قدم وساق نقوم باعمالنا على اكمل وجه وثقه عاليه، متمتعون بروح النجاه ونعمل بروح الفريق، ونقاوم ونصارع التحديات في مدينه درنا على الملا، وعملنا واضح للعيان ولا نخفي على الله شيء. استاذ انتصار، خلينا نمشي لاستاذ انتصار. استاذ انتصار، يعني كعضو مجلس نواب عن درنا واهل درنا اللي انتخبوك، ودرنا اليوم في امس الحاجه لكل ناسها وكل اعضاء مجلس النواب واعضاء هيئه الدستور والمؤتمر الوطني الصاب، كل اهل درنا المفروض يصطفوا صف واحد اليوم. لماذا استاذ انتصار لم تدق باب المجلس التسييري او المجلس البلدي وتطالبهم شخصيا بأن تساعد وتساهم وأن تحضر هذه الاجتماعات؟ لماذا تنتظر الدعوة ولم تتجه مباشرة لمقر اللجنة التسييرية؟ ولكن هذه الإجابة أنتظرها منك بعد الفاصل سيد انتصار. مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ومن ثم لنا عودة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد. أعود للأستاذ انتصار شنيب عضو مجلس النواب. أستاذ عن انتصار، يعني سألتك قبل الفاصل لماذا لم تذهب انتصار شنيب مباشرة إلى مقر اللجنة التسييرية أو المجلس البلدي والمساهمة في هذا الملف المهم، وهنا لا يوجد أي عائق قانوني يمنعك من ذلك، لماذا كانت تنتظر الدعوة؟ يا سيدي فاضل، هي مش مسألة دعوة من عدم، يعني احنا دائما يعني درنا عارفين عرب درنا بالكامل ان انتصار شنيد كيف كانت وقتها للمدينة في قبل الحرب وبعد الحرب، ولكن الاختلاف اللي كان قائم او ما زال قائم الى حد هذا الوقت ان يعني قام بزيارة العديد من النسوب من مدينة درنا، سواء كان اعيان او ناشطين من كافة تركيبات مدينة درنا، سواء كان مرابطين او حضور او عبيدات. صراحه في يعني في امتعاض شديد لسيد منعم، في امتعاض شديد من ادائها في العمل وفي تقصيرها. انا قلت لك العمليه مش عمليه، والله مش عمليه شخصيه، انا يتم المصلحه العليا لمدينه درنا، ومدينه درنا انها طلعت من ارهاب وطلعت من حرب وطلعت من ماساه حقيقيه، فمش محتاجه تخشي معارك اخرى بين النواب وبين الجهات التنفيذيه الاخرى داخل المدينه او الخدميه. ولكن صراحه الوضع في درنا يجب ان يعاد فيه النظر، ويجب ان تضع الامور في نصابها. فيما يتعلق بما قاله السيد عبد المنعم، انا اتمنى من قناتكم الفاضله ان تتوجه الى مدينه درنا، او يعني تقام حتى حلقه خاصه، معلش يعني لو احد الجهات الاعلاميه تفضلت باستقبال او اخذ اراء اهالي مدينه درنا حول ما يحدث داخل المدينه، دعوني انا بعيدا عن هذا النزاع. فالدخول مباشرة في حديث مباشر مع الأهالي لاستطلاع آرائهم حول ما هو موجود داخل مدينة درنا، يمكن هذا شيء يظهر الحقائق ويظهر أكثر الشخصيات اللي فعلا تحكي بالحق وتحكي بالباطل، تتحدث بالحق وبالباطل. فيما يتعلق بدعوتي أنا لست بحاجة إلى دعوة من أحد، هذه مدينتي وأنا يعني في خدمة مدينة درنا وفي خدمة أهلها. ولكن سيدي الفاضل، هناك مشكلة حقيقية في المجلس التسييري. درنا يجب أن يقام فيها انتخاب. أنا لما مرة تكلمت في أحد القنوات قلت درنا لازم إعادة انتخاب عميد بلديتها، يعني سيد منعم بروحها يعني اتصل حتى بأشقاء يقول لهم كيف أختكم قلت الكلام هذا، هي يعني أقام الدنيا ولم يقعدها. أنا نطلب في حق شرعي لمدينتي. يعني اتركوا أهل مدينة درنا يقرروا مصير من يتولى مسؤولية إدارة بلدية مدينة درنا، بعيدا عن عبد الله شنيد، بعيدا عن ستار شنيد، بعيدا عن النواب. در الكلمة الأولى والأخيرة. هذه المرة من حق أهالي مدينة درنا أن يعرضوا عن رغبتهم وعن قرارهم بكامل حريتهم. أستاذ انتصار، يعني الزملاء الآن أخبروني بأن سيكون هناك تواصل خلال الأيام القادمة، وإجراء أيضا استفتاء وسؤال الناس من أهالي درنا داخل شوارع درنا عن رأيهم في أداء اللجنة التسييرية أو المجلس البلدي، ونتشرف بأن نكون داخل مدينة وعاصمة الفنون الحبيبة درنا. النائب انتصار شنيب عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لوجودك معي. أعود للسيد عبد المنعم الغيثي. سيد عبد المنعم، كعميدة لبلدية درنا، دعنا نقفل هذا الخلاف
قد ينتهي في يوم من الأيام، ولكن اليوم الأهم من عبد المنعم والأهم من انتصار مع حفظ الألقاب هي درنا وإعادة إعمارها. تحدثت عن اجتماع ومع السيد عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، ما هي الوعود التي قطعها عبد الله الثني حتى يقوم بتنفيذها لدرنا وأهالي درنا؟ نعم، السيد رئيس الحكومة رجل فاضل، نطق فصدق ووعد فأوفى. كان جل اهتمامه في الحقيقة مدينة درنة وما صاحبها من اختناقات ومشاكل، وكان يعمل معنا يد بيد على العمل على حلحلة تلك المشاكل وتذليل كافة الصعاب. لكن في الحقيقة الفضل لله ثم لفخامة المستشار عجيل صالح الذي أصدر قراره رقم 68 لسنة 2019 ويقضي بتشكيل لجنة كما سبق وأنوهنا إليها وأشرنا إليها. هذه اللجنة من ضمن مهامها مراجعة واحتماد احتياجات ومتطلبات القطاعات والمرافق الخدمية لمدينة درنة المقدمة من الجهات العامة من وزارات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها. كذلك تحديد المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المتطلبات والعمل وتأمينها من خلال الحكومة الليبية المؤقتة ومطرح ليبيا المركز. كذلك في من ضمن القرار تفويض مصرف ليبيا المركزي بالإشراف على عملية إنفاق الأموال على البنود المطلوبة وفقا للضوابط والإجراءات القانونية والإدارية التي يراها ملائمة. البنود طبعا نحن شرعنا في توظيفها وتوصيفها، والآن نحن بسبب اعتماد الخطة النهائية لمشاريع درنة التي تتصل منها ما يتصل بالطابع الاستعجالي ومنها ما هو استراتيجي ومنها ما هو مقرر فيه إنشاء لبعض الوحدات والمراكز الإدارية والوحدات الصحية وشق طرق وبناء جسور وما إلى ذلك. كذلك من ضمن فقرات القرار توضع المبالغ المالية التي تخصصها اللجنة للمشروعات وأعمال مدينة درنة في حساب خاص، بمعنى أن يكون لهذه اللجنة حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي وتحت تصرف اللجنة. هذه اللجنة موكل إليها أعداد تقارير دورية منتظمة ومنظمة عن سير العمل ومدى انتظامه والعوائق التي تواجهها. سيد عبد المنعم، يعني أنا آسف على المقاطعة لأن يعني دخلنا وأخذنا من وقت الزميل حسن البكوش ومضطرين يعني ننهي الحلقة. أعتذر جدا وأعدك بأن هذا الملف سيستمر، وأيضا هناك فريق من البرنامج سيزور درنا خلال الأيام القادمة بطلب لطلبات السيدة انتصار، وسيكون هناك استفتاء وسؤال الأهالي عن أداء المجلس التسييري. عبد المنعم الغيثي عميد بلدية درنة ورئيس اللجنة التسييرية لبلدية درنة، شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، عدة ملفات إعمار درنة، سرة بنغازي وتورغة بإذن الله سنستمر في فتحها في برنامج موطني. بخصوص درنة أعتقد بأنها لا تحتاج إعادة بناء أكثر ما هي تحتاج اليوم إلى إعادة الثقة بين أعضاء مجلس النواب وبين اللجنة المجلس التسييري وبين أيضا المسؤولين وفي الحكومة المؤقتة ومجلس النواب أيضا. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج موطني. نعلمكم بأن موعد البرنامج قد تغيرت ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث سنطل عليكم بإذن الله تعالى كل أحد وثلاثاء وخميس 9 مساء بتوقيت العاصمة طرابلس. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. ذات الجمال أراه الحب مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مكتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ليبيا يا ألما أهدي إليك حنايا الروح والقبلا.